زي ما هي، بس الناس بقت بتقلل. اه يعني مثلا يعني كان بياخد بوكس بقى بياخد كليوباترا، اللي كان بياخد علبتين بقى بياخد علبه، اللي ياخد خمس سجاير كليوباترا. الناس كلها شغاله فرق والله، بتنزل ناس بعربيات وبتحط كوسه بياخدوا فرط كتير. شارب السيجاره مش هيبطلها، لو بطلها ايه اللي بيحصل؟ انه بيخف. يعني علبه زادت 2 جنيه زادت 3 جنيه، طب وهو فرض جنيه تمام يا حاج، فبيقل بقى من استهلاكك للسجاير عامل ايه يا ابو حميد بعد زياده الاسعار الاخيره؟ هو هو. طب دلوقتي يا استاذ احمد انت بتشرب نوع ايه؟ الام. الام الام دلوقتي بتجيبها بكام؟ والله على حسب، في ناس ب 30 في واحد ب 30، ما لهاش سعر ثابت. قبل الزياده كان معدل ب 28، قبل الزياده اللي هي لما كانت ب 28، هل معدل شراك للال ام كان زي ما هو مثلا؟ هي هي برضه. طب انت ما بتفكرش تغير لحاجه ارخص؟ لا اصل انا متعود عليها، مش هعرف اشرب غيرها، زادت رخصت مش هعرف اشرب غيرها.